سياسات أفضل لحياة أفضل هو شعار المنتدى العالمي لمكافحة الفساد الذي ينعقد في العاصمة الفرنسية باريس. المنتدى يحضره أكثر من 3700 رئيس حكومة ووزير ومسؤول حكومي، وأيضا من المنظمات المتخصصة في مكافحة الفساد. وفد عن الولايات المتحدة قدم شرحا للاستراتيجية الأمريكية التي تعتمدها واشنطن لمحاربة الفساد. The message of the US strategy in countering corruption is استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الفساد هي في توحيد الكثير من الأنشطة التي تجريها حكومات عدة، ولعل ما كشفته مذكرة مكتب الأمن القومي ونشر وصياغة الاستراتيجية الأمريكية يحمل حقيقة، وهي أن هناك جهودا تبذل من جانب كل الوكالات الأمريكية والدولية لمكافحة الفساد. وفي حلقات نقاشية عدة عرض المشاركون وضع الديمقراطيات التي تتعرض للمزيد من الضغوط الداخلية والخارجية غير المسبوقة لإخفاء أماكن الفساد والفاسدين خاصة في الدول النامية. لمحاربة الفساد هناك شق تقني وآخر سياسي، وهنا تكمن الصعوبة لأنه يهدد المصالح السياسية والاقتصادية عندما نتحدث عن الفساد ومن يقوم به. كما تم التطرق لدور الذكاء الاصطناعي وسرعة وحجم تغير المناخ التي تؤدي إلى ظهور مخاطر فساد جديدة وزيادة الضغط على أطر النزاهة. الفساد هي مشكلة مستعصية، يعني لن تتوقف في زمان ومكان، لكن الأهم هو الجهود العربية في مكافحة هذا الفساد. أعتقد أن العرب أصبح لديهم تجربة أكثر، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي في بعض الدول، وهي تجربة نسعى دائما من خلال الدول الأطراف الاتفاقية العربية لتعزيز هذا التعاون من أجل عكس هذه الممارسات لتجارب العرب في الدول الأخرى، من أجل النهوض بالمستوى تجربة العرب في مكافحة الفساد. المشاركون في المنتدى أكدوا أن تعزيز أطر مكافحة الفساد يعد أمرا ضروريا لدعم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأشاروا إلى أن 70 دولة من دول المنظمة حققوا تقدما كبيرا في وضع الخطط لمكافحة الفساد ومساعدة الدول النامية للاستفادة من تجارب الآخرين. توني شمي، الحرة، باريس.